فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. في زيارة القبور الأخرى العادية، إذا أراد الزائر يزور القبر كيف يعني هل هناك من ضابط؟ بعضهم يقول يأتي من قبل وجه الميت فيسلم عليه ثم يستدير إلى القبلة القبر سواء كان خلفه أو بينه وبين القبلة، في تحديد شرعي أو المسألة ذكر واسعة؟ ذكر العلماء أنه إذا أراد أن يسلم على الميت يأتيه من قبل وجهه، يأتي الميت من قبل وجهه ويجعله بينه وبين القبلة، يكون الميت مستقبلا، يجعل ظهره، الزائر يجعل ظهره إلى القبلة، يجعل ظهره إلى القبلة، إلى القبلة، ويجعل وجهه إلى وجه الميت، لأن هذا هو السلام، هو من آداب السلام على الحي والميت. أنك إذا أردت أن تسلم على أحد فإنك تأتيه من قبل وجهه، من قبل وجهه حيا أو ميت أو ميتا، فتستدبر القبلة وتجعل وجهك إلى وجه الميت وتسلم عليه. ثم إذا أردت الدعاء فإنك تعكس، فتأتي وتجعل القبر بينك وبين القبلة، تستقبل القبلة وتكون إلى ظهر القبر مستقبلا القبلة، وترفع يديك وتدعو للميت، تدعو للميت ما تدعو لنفسك، نعم، وإنما تدعو للميت بالمغفرة والرحمة. نعم، لا يخرج، إنما لا يخرج في الدعاء يدعو الميت فقط، فقط لا لنفسه ولا لغيره ولا للمسلمين، ما هو محل دعاء هذا، ما هو محل دعاء، ما هو محل دعاء إلا للميت فقط، تابع الله للزيارة. أحسن الله إليكم وجزاكم خير.